تنظيم الاقترانات باستخدام الانسحاب للصف العاشر. استخدم طريقة إكمال المربع لمعرفة التحويلات الهندسية التي أجريت على منحنى الاقتران ق س يساوي س تربيع زائد 4 س. أول إشي أجد المقدار معامل س على 2، أكتب قاعدة الاقتران بالصورة. هلأ إحنا بنفهمكم. أول إشي معامل س على 2، شو معامل س عندنا؟ 4. شو معامل س عندنا؟ 4. فبنقول 4 على 2، شو بنحكي؟ 4 على 2 الكل تربيع حسب هم عاملين. هلا ويساوي 2 تربيع ويساوي 4، لانه 2 في 2 4. هلا شو بنعمل بعدين؟ الخطوه اللي بعدين بنجيب هذا هون، بنحطه هون، بنحطه هون، بنساوي بالصفر. بعدين بنجيب الاربعه هاي بنزيدها للطرفين، بنجيب الاربعه هاي بنزيدها للطرف هذا وبنزيدها للطرف هذا. يعني هي كانت بالاصل بدون هادي، بدون هاي. هلا احنا كانت بالاصل س تربيع زائد 4 س تساوي صفر، زدنا الاربعه هون والاربعه هون للطرفين. بعدين صارت المساله س تربيع زائد 4 س زائد 4 يساوي 4. هلا هاي عباره س تربيع زائد 4 س زائد 4، هذه عباره عن هي بالاصل س تربيع اصلها س في س، يعني الاول مرتين، وبعدين هون الاربعه اجت من 2 في 2، وهي 2 في الأول في الثاني، 2 2 ضرب الأول ضرب الثاني. هلا هذه إحنا عبارة، هاي عبارة عن س زائد 2 الكل تربيع اللي هي يعني إكمال مربع ويساوي 4. بنقول بعدين بتنفعش إنها تضلها هيك، بنفعش تضلها هيك. فإحنا قلنا كيف بدنا نتخلص منها؟ هذه هون في موجب، فبنقول ناقص 4 ناقص 4، فبنقول س زائد 2 الكل تربيع ناقص 4 يساوي 0، لأنه 4 ناقص 4 0. هلا هاي اللي جوا القوس بنحكي هاي يعني س زائد 2 هذه لليسار، اللي جوا يعني جوا القوس دائما يا لليمين يا لليسار، إذا كانت موجبة لليسار، إذا كانت سالبة لليمين. واللي برا القوس اذا كانت سالبه للاسفل، اذا كانت موجبه للاعلى. اللي برا القوس اذا كانت سالبه للاسفل، اذا موجبه للاعلى. واللي جوا القوس اذا كانت موجب عندنا لليسار، اذا كانت فرضا هي سالب لليمين. هلا احنا شو بدنا نعمل؟ اول اشي بنروح بنرسم هذه الرسمه المعتاده هاي اللي هي قاف س يساوي اللي قلنا تساوي س تربيع. فبنقول صفر صفر تربيع صفر، واحد تربيع واحد، اثنين تربيع أربعة، سالب واحد تربيع واحد، سالب اثنين تربيع أربعة. فلقيت إحنا رسمنا هاي الرسمة اللي بتعرفوها، هذه رسمة قاف السين، هاي رسمة قاف السين. هلا إحنا شو قالوا لنا في المسألة عنا؟ انسحاب إلى اليمين خطوتين، انسحاب إلى اليمين خطوتين وإلى الأسفل 4 خطوات، انسحاب إلى اليمين 4 خطوتين وإلى الأسفل، انسحاب خطوتين إلى اليمين، إلى اليمين إلى اليسار عفوا، و4 خطوات إلى الأسفل. هلا إحنا مثلا هاي مثلا عندنا الصفر، الصفر عندنا قلنا خطوتين لليمين، بنقول بدل صفر شو صارت؟ بنمشي خطوتين، صفر هون نصل لسالب واحد لسالب اثنين، هي احنا وصلنا لهون. هلا احنا خلصنا الشق الاول اللي بدنا نزود اثنين لليسار، اثنين لليسار. هلا احنا الصفر وصلنا لعند سالب اثنين، هلا احنا ننزل كم خطوه؟ قلنا ناقص 4. هلا بنقول هي واحد، هي خطوه، خطوتين، ثلاثه، 4، وين وصلنا؟ عند السالب 4، فتحولت. هلا احنا شو عملنا؟ صفر مشينا خطوتين، كيف بدنا نمشي خطوتين لليسار مش لليمين؟ لليسار هيك بدنا نمشي، بنقول من الصفر سالب واحد سالب اثنين، فاحنا وصلنا لهون. هلا احنا من السالب اثنين بدنا نمشي 4 خطوات، بنقول واحد اثنين ثلاثة 4. نفس الاشي الباقي، مثلا عندنا عندنا الواحد، الواحد بدنا نمشي خطوتين، الواحد بدنا نمشي خطوتين، بنقول واحد اثنين وكم خطوة؟ احنا الواحد احنا هيك كانت بالاصل واحد واحد، فاحنا نمشي ايش؟ خطوة خطوتين، فبنقول واحد اثنين، وين وصلنا؟ عند السالب اثنين. بعدين عندنا هون مثلا شوفي
مثلا انكم مكملين في هذا الدرس، احنا مثلا السالب واحد، هي احنا وين كانت؟ عند الواحد صح؟ الاصل كانت يعني الاحداثيات سالب واحد واحد. هلا احنا نمشي خطوتين لليسار، يعني بنقول هاي خطوة هاي تنتين، وين وصلنا؟ عند السالب ثلاثة. هلا من السالب ثلاثة، من الواحد والسالب ثلاثة، نمشي من للاسفل كم خطوة؟ قلنا 4 خطوات. فبنقول خطوة احنا وصلنا لهون، هي خطوتين، وصلنا للسالب واحد، للسالب اثنين، للسالب ثلاثة. وين وصلنا؟ للسالب ثلاثة. إيه مثلا عندنا التنين، عندنا تنين أربعة صح؟ هلا احنا بنطلع على التنين أربعة. هلا هي التنين هون بنطلع، هي نمشي خطوتين، بنقول واحد تنين، وين وصلنا؟ هون. هي احنا وصلنا هون. هلا احنا مشينا الخطوتين، بدنا ننزل أربعة، بنقول واحد تنين ثلاثة أربعة، وين وصلنا؟ عند الصفر. يعني احنا بنمشي خطوتين لليسار، نمشي هيك مثلا عند التنين والاربعة، بنقول واحد تنين، بعدين من الاربعة بنمشي 4 خطوات، واحد تنين ثلاثة اربعة، وين وصلنا؟ عند الصفر. هيك يعني المسألة. فاحنا هلا نجي بنعبي الفراغات. اجد المقدار معامل س على 2 الكل تربيع، بنقول 4، معامل س اللي هو 4 على 2 تربيع، يعني الكل تربيع يساوي 2 تربيع يساوي 4. اكتب قاعدة الإلكترون بالصورة، ناخد هذه القاعدة، اكتب قاعدة الإلكترون بالصورة، هاي ناخد هاي القاعدة. هلا وبنحط هذه السالب، شايفين السالب هاي سالب، بنحطها هون سالب 4. بعدين بنقول ومنها قاف للسين يساوي، بناخد هاي، ناخد هاي س زائد 2 الكل تربيع. هلا بنكتب س زائد 2 الكل تربيع، وبنحط في هذه سالب 4. لماذا؟ انسحاب للإلكترون قاف س إلى اليسار، كم خطوة إحنا مشينا لليسار؟ لليسار هيك، لليسار هيك، إيه على الإحداث الس السالبة. هلقيت لليسار مشينا خطوتين، وبمقدار خطوتين إلى اليسار، ثم انسحاب إلى الأسفل بمقدار 4 وحدات. هلا حكينا انه معامل س على 2 يساوي 4 على 2 يساوي 4. هلا وبعديها رحنا رسمنا، اول اشي رسمنا الرسمة اللي بتعرفوها، هاي اللي زي السبعة، هي اللي هي 0 0 1 1 سالب 1 1 2 4 سالب 2 4. هلا احنا عملناها. بعدين مثلا التنين بنروح على الاربعة، صح؟ احنا قلنا 2 4 2 4. هلا احنا بنمشي هيك، بنمشي خطوتين، بنقول واحد اتنين، بعدين نمشي واحد اتنين تلاتة أربعة، وصلنا هيك. هلا مثلا الصفر نمشي خطوتين، واحد اتنين، بعدين نمشي واحد اتنين تلاتة أربعة، وصلنا عند سالب 4. لما احنا زبطناها هذه الرسمة طلعت هيك. عنا تكمل الدرس تمثيل الإلكترونات باستخدام الانسحاب للصف العاشر. رسم الشكل الرباعي المرسوم في المستوى الديكورتي بعد انسحاب وحدتين إلى اليسار ومن ثم 3 وحدات إلى الأسفل. هلا إحنا عنا هذا محور السينات الموجبة، وهذا محور السينات السالبة، وهذا محور الصادات الموجبة، وهذا محور الصادات السالبة. هلا إحنا الرسمة هيك بالأصل عنا. فهلقيت إحنا شو حكينا؟ بدنا يعني هذه الرسمة، بدنا ننسحب وحدتين إلى اليسار، بدنا وحدتين إلى اليسار، هي سالبة، عفوا هي موجبة وهي سالبة. هلا إحنا بدنا ننسحب وحدتين إلى اليسار، يعني هيك، بعدين 3 إلى الأسفل. يعني إحنا مثلا هي النقطة بنطلع عليها، هي شو بنعمل؟ بنمشي خطوتين، بنقول مثلا هي قاعدة عند 3 صح؟ بنمشي خطوتين، 1 2، وصلنا عند 1. بعدين بننزل 3 للأسفل، صح؟ احنا قاعدين هون بنقول واحد، هي خطوة، هي خطوة، هي تنتين، هي 3، هي احنا أول نقطة. شو عملنا؟ أول إشي هادي عند 3، مشينا خطوتين زي ما حكينا لليسار، مشينا خطوتين، وين وصلنا؟ عند 1. هلا من هون نمشي 3 خطوات، من هون بنقول واحد، هي خطوة، هي تنتين، هي 3، هي أول نقطة. بعدين شو بنحكي؟ هي هادي، هي تقريبا على مستوى التنين. هلا احنا بنمشي خطوتين، هي واحد، هي واحد، هي خطوة، هي تنين، هي احنا وصلنا هون. هلا كمان 3 خطوات كمان 3 خطوات للأسفل، بنقول واحد تنين
اتنين تلاتة، احنا وصلنا هون، هي احنا خلصنا من النقطة هاي، النقطة هاي هلا، هاي النقطة. هلا شو بنطلع؟ بنقول خطوتين لليسار، هاي واحد، هاي اتنين، بعدين هاي احنا هون وصلنا مثلا، هاي تلاتة للأسفل. كيف بدنا نقول؟ احنا واصلين عند الواحد صح؟ هلا واحد اتنين تلاتة، هي احنا وصلنا عند هذه النقطة. بعدين شو ضلنا؟ هاي الخطوة، احنا تقريبا جاي على الواحد، هادي على الموجب واحد. هلا احنا شو بنعمل؟ بنقول هاي خطوة، هي احنا وصلنا هون، هاي خطوة، هاي خطوتين، هي احنا وصلنا هون. وشو قايلون؟ شو قالوا لنا كمان؟ 3 خطوات إلى الأسفل، احنا وصلنا عند السالب 2، 3 خطوات إلى الأسفل، بنقول واحد اتنين تلاتة. وين وصلنا؟ عند السالب 5. هلا احنا اذا بدنا نيجي نرسمها هيك بتجي تقريبا الرسمه، هيك نحكي هيك، بعدين بنحكي هيك، بعدين بنحكي هيك، هذه الرسمه الثانيه. هلا ارسم الشكل الرباعي المرسوم في المستوى الديكورتي بعد انسحابه وحدتين الى اليسار ومن ثم 3 وحد الى الاسفل. ان هون محور السينات الموجبه، هون محور السينات السالبه، هون محور الصادات الموجبه، هون محور الصادات السالبه. هلا احنا هاي الرسمه الاصليه، هذه الرسمه اللي رسمناها احنا، هذه الرسمه محطوطه بالكتاب. هلا احنا عندنا مثلا 3، احنا قالوا لنا امشي وحدتين لليسار، هي احنا 3 نمشي وحدتين احنا هاي 3 هي نمشي وحدتين لليسار، بنقول واحد اتنين، هي احنا وصلنا لهون، وتلات واحد للاسفل. من هذه النقطة بنقول واحد اتنين تلاتة، وين وصلنا؟ عند السالب 1. بعدين مثلا هاي النقطة بنقول هاي وحدة، هي يعني احنا واصلين عند 2 صح؟ هلا احنا بنقول خطوتين لليسار، هي احنا وصلنا هون، وتلات خطوات للاسفل، بنقول واحد اتنين تلاتة. بعدين بنقول هون عند عند تقريبا الواحد، على مستوى الواحد جاي على السالب 2. هلا احنا بنقول خطوتين لليسار، بنقول واحد اتنين، وصلنا عند السالب 1. 3 خطوات للاسفل، بنقول واحد اتنين تلاتة، وين وصلنا؟ عند السالب 5. وعندنا شو ضايل؟ خلصنا كله، احنا شرحنا لكم هاي، شرحنا لكم هاي، هاي احنا هاي بنقول هاي مثلا، هاي عندنا عند الواحد بنقول خطوتين لليسار، بنقول واحد اتنين، هي احنا قاعدين عند الواحد. هلا 3 خطوات للاسفل، واحد اتنين تلاتة، وصلنا هيك. هلا دايما هذا محور، هذا محور السينات الموجبة، هذا محور السينات السالبة، هون محور الصادات الموجبة، ومحور الصادات محور الصادات الموجبة، محور الصادات السالبة. عندنا التمثيل الالكترونيات باستخدام الانسحاب للصف العاشر بالاعتماد على منحنى صاد تساوي ق + س، حيث س اكبر او تساوي 0 الممثل على المستوى الديكورتي، امثل منحنى كل من الالكترونات الاتيه في المستوى نفسه. هلا احنا هذه الرسمه الاصليه، هذه تبعت ق + س، عشان احنا ما نغربتش، هذه بدنا نعتمد عليها بكل الرسم. هلا مثلا كانه مثلا عند واحد واحد، عند واحد سالب واحد هون، عند صفر سالب 2، عند 4 0، وعند 5 تقريبا 1. هلا احنا اعتمدنا على هذه الرسمه. هلا احنا عندنا هي للسين تساوي ق للسين ناقص 5، ق للسين ناقص 5، هذه انسحاب ق للسين الى الاسفل بمقدار 5 وحدات، لان قلنا برا القوس يا اما اعلى البر القوس يا أم اعلى يا اسفل، ما دام سالب يبقى اسفل، للاسفل بدنا نروح. شو بنحكي؟ مثلا عندنا هون السالب 2، احنا قلنا كم خطوة بدنا نمشي للأسفل؟ 5، لأن قلنا 5 ناقص 5، ق في السين ناقص 5، هي ق في السين ناقص 5. هلا احنا مثلا عندنا هون السالب 2، بدنا نمشي 5 خطوات، بنقول هي سالب 2، هي بنقول هي خطوة 2 3 4 5، وين وصلنا؟ عند السالب 7، خلصنا. هلا احنا عندنا الواحد، هي سالب 1، بنقول بدنا نمشي للاسفل 5 خطوات، شو بنقول؟ هيك بنمشي، بنقول هي وحدة، هي خطوة، خطوتين، 3 4 5، وين وصلنا؟ عند السالب 6. هلا الأربعة، هي الأربعة، بنمشي 5 خطوات، بنقول هي 1 2 3 4 5، تقريبا اجت يعني عند السالب 5 هيك. بعدين عنا الخمسة هون، بنقول هاي خطوة، هاي خطوتين، هاي 3،
إيه هي 4، هي 5، هي طلعت هيك. هذه الرسمة هي بنرسمها هيك تقريبا يعني طلعت. إيه نكتب عليها الاشي قوف للصين ناقص 5، بنحط قوف للصين، قوف للصين هيك، بس بنتفرج بس عليها، قوف للصين ناقص 5، يعني انسحاب للأسفل، انسحاب للأسفل. يعني مثلا السالب 2 انزلنا فيها صارت للسبعة، يعني قلنا 1 2 3 4 5، الواحد هيك وصلنا فيها، وصلت لعند السالب 6. الأربعة ضلينا مشيين هيك 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 5 خطوات لتحت، وصلنا عند السالب 5. الخمسة وصلنا عند السالب 4، فطلع عنا الرسمة قوف للسين يساوي 5، هي عنا هي ها للسين، يعني تساوي قوف للسين ناقص 5، هيك يعني انسحاب للأسفل. هلا احنا لما نيجي نحكي بالكلام بنقول ها للسين تساوي قوف للسين ناقص 5، هذه معناتها اسفل، انسحاب قوف للسين الى الاسفل بمقدار 5 وحدات. عندنا هذه لانها برا القوس، يا اسفل يا اعلى، اذا موجبه بتكون اعلى، اذا سالبه اسفل. هلا بنكمل القوس جوا القوس زي هذه، اذا موجبه لليسار، اذا سالبه، فرض انها سالبه الى اليمين. وصلنا لهي المسألة، احنا عملنا هاي هلا ناقص 5 قاف لسين ناقص 5، وصلنا للام لسين قاف لسين زائد 4. قلنا اللي جوا القوس اذا موجبة او سالبة، اذا موجبة لليسار، اذا موجبة لليسار، اذا سالبة لليمين، اذا موجبة لليسار، اذا سالبة لليمين، انسحاب، يعني هذه معناتها انسحاب قاف لسين الى اليسار بمقدار 4 وحدات. يعني اذا شفنا موجب بنقول اذا موجب جوا القوس معناته الى اليسار بمقدار 4 وحدات، انسحاب لقوف لسين الى اليسار 4 وحدات. يعني هيك، يعني مثلا عندنا هذه السالب 2، احنا قلنا انسحاب كم وحده؟ 4. هلا احنا بنقول واحد، هي هون، هي احنا قاعدين هون، بنقول نمشي خطوه الى اليسار، واحد هيك يسار هيك يمين. هلا هون بنقول هي 1، هي 2، هي 3، هي 4. هي احنا اول نقطة. بعدين مثلا عندنا الاربعة، الاربعة هاي الاربعة هون، بنمشي 4 خطوات، بنقول 1 2 3 4، هي احنا هي تاني خطوة. هادي الواحد بنقول هي 1، هي 1، هي خطوة، هي خطوتين، هي 3، هي 4. بعدين الخمسة، هي الخمسة بنقول هي خطوة، هي خطوتين، هي 3، هي 4. هلا شو بنعمل فيهم هدول؟ تقريبا يعني هيك بتطلع الرسمة تقريبيا. هلا احنا بنكتب عليها، نكتب شي هي قاف للسين زائد 4، نكتب عليها عشان انه قاف للسين زائد 4، هادي الى اليسار، مشينا فيها الى اليسار. هادي الاصلية، دائما احنا بنمشي على هادي، لا بنطلع على هاي ولا على هاي، خلص احنا هاي اي حال. لما حلينا هاي هوني، لما حلينا هادي اعتمدنا على هي، ولما حلينا هادي اعتمدنا على هي، فهذه هي الاصليه اللي احنا نعتمد عليها. هلا احنا 4 خطوات، انه مثلا الاربعه رجعنا قلنا 1 2 3 4،